يقول ما حكم تنزيل الأحكام على الناس؟ فلان فاسق، فلان فاجر، فلان مبتدع، فلان كافر، فلان منافق، وهكذا، فلان زاني، وهكذا. يفرق أهل العلم بين إطلاق الحكم والحكم على المعين. إن إطلاق الحكم يقال هذا العمل فسق، هذا نفاق، هذا كفر، هذا ردة، هذه بدعة. وفرق بين تنزيلها على الإنسان نفسه، قال هذا مبتدع، هذا كافر، هذا منافق. يفرق أهل العلم بين هذا وبين هذا. ولذلك يقولون ليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه، ولا كل من وقع على البدعة وقعت البدعة عليه، ولا كل من وقع على الفسق وقع الفسق عليه. كيف؟ يعني قد يفعل الإنسان الفسق وهو متأول لا يدري أنه فسق. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأصلحوا. جاء أبو قتادة وشرب الخمر وتأول هذه الآية أنه من الذين اتقوا وآمنوا فلا بأس عليه، ولم يتهم عمر بالفسق، مع هذا جلده عاقبه. لكن القصد أن الإنسان قد يفعل الفسق وهو يظن أنه ليس بفسق، يظن أنه جائز مثلا، ما يدري أنه حرام مثلا. ومثل البدعة، قد يقع الإنسان في البدعة ولا يكون مبتدعا. وأنا أضرب لك مثالا غريبا جميل جدا حقيقة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع بدعة، والأصل أنك بعد ما تقول سمع الله لمن حمده تنزل يديك هكذا، ما ترد مرة ثانية اليدين على الصدر. هذا قول الألباني. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول لا، من السنة أنك بعد أن تقوم من الركوع تعيد يديك مرة ثانية على صدرك. فالألباني رحمه الله تعالى يقول بدعة، وابن باز يقول سنة، فاختلف في هذه. ومع هذا الألباني لم يقل أبدا ابن باز مبتدع، يقول هذا العمل بدعة، لكن هو مجتهد. بل أقوى من هذا، يقول لو صليت خلف ابن باز وضع يديه سأضع يدي، من باب متابعة الإمام. وضحت؟ فالقصد أنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، قد يكون متأول، قد يكون لا يرى أنها بدعة، مثل خاصة مسائل الخلافة، وكذلك الكفر. ولذا المشهور أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان في اليمن ثم رجع إلى المدينة، أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ، يعني ماذا تسجد؟ قال يا رسول الله رأيتم يسجدون لملوكهم وبطارقة فأنت والله أحق من أحق بهم من هذا، في هذا أنت حق أن يسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن هذا لا يجوز إلا لله، ولم يقل له اشهد أن لا إله إلا الله أو كفرت أو كذا، لأنه كان متأولا ظن أنه جائز. فلذلك قد يقع الإنسان في البدعة لكن لا يقع عنه مبتدع. نفس الشيء إطلاق الكلمات على الإنسان فاسق، فاجر، زانية. يعني بعض الناس مثلا يطلق كلمة زانية على امرأة شافها طالعة مع واحد، أو مثلت فيلم أو مسلسل أو كذا، واحد باسها في المسلسل أو كذا، هذا فسق قطعا، هذا فسق، مجاهر بالفسق. لكن القصد أن هل يقول عنها زانية مثلا؟ لا يجوز أن يطلق عليها اسم زانية. فالفسق أحيانا الإنسان يجاهر بالفسق، هذا واضح مجاهر بالفسق ويعرف أنه فسق ولا يعذر بمثله، فهذا يحكم عليه بأنه فاسق. أما إذا كانت المسألة تحتمل لا، ما يحكم عليه فيه. والله أعلم.